معشر المسلمين، الوصية العاشرة إصلاح ذات البين. علينا إذا حصل افتراق وإذا حصل اختلاف أن نكون ساعين بالإصلاح فيما بيننا. قال الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لا تفرح بالتفرق، على المسلمين أن يسعوا في إصلاح ذات البين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم مما هو خير من الصلاة والصدقة، يعني النافلة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة لا أقول تحلق الرؤوس ولكن تحلق الدين، فعلينا أن نحرص على الاجتماع. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.